الامور دي كلها. طيب هرد بس ما تقطعنيش. تمام. على حسب. على حسب ايه؟ احنا مش هنغلط في حد. ماشي. بس هرد على اللي تعرض له صلاح. ماشي. الاسطوره. قول زي ما انت عاوز بس ما تقطعنيش. بس على حسب. لا ما تخافش، ما فيش غلط. لا ما بخافش بس. ولا هنجيب سيره حد. فضل. ولا بس هنتكلم. فضل. على الكام نقطه اللي انت قلتها. اتفضل. يورجن كلوب صح اول واحد اتكلم وقال لك ان انا ما شفتش واحد بيحب وطن وعنده انتماء للبلد زي صلاح. لان اكتر واحد عارف ان يقول لصلاح اقعد هو يقول له لا انا هروح منتخب حتى لو انت بتلعب جنوب السودان. تمام. صح. وبيأثر وبيمشي كلمته على كلوب. صح. نفس الكلام على رامي عباس. نفس الكلام. لا اقعد وخليك هنا والكلام ده ويعتذر عن الماتش ده ويقول لهم لا اروح. صح. هو ده جزاته؟ يبقى ده تخونوه. واخد بالك؟ هنا اللي بيخونوه انت عارف اهل الشر والناس اللي هي انت عارفهم كويس قوي. وعاملين عليه الحملات ده من ايام 7 اكتوبر. واخد بالك؟ وهو اصلا مش في دماغه. يعني هو مش في دماغه بس للاسف فصيل كبير وانا عاذر الفصيل ده لاني كان في الوقت ده يعني الناس دي هيأت للفصيل ده ان محمد صلاح هرب. ساب المعسكر قبل الماتش وهرب. فطبعا انت كراجل ما عندكش درايه بكره القدم كما ينبغي وتسمع كلمه ان هو هرب وساب المنتخب في الوقت ده لا يبقى كده هو خاين وكده ان هو باع القضيه وعايز يروح يلعب. خلي بالك وصلوا لهم ان هو عايز يروح يلعب في الليفر ده هو اصلا في الدوري هناك يعني الانجليزي ده هو اصلا هيروح هيتعالج عشان يلحق بزمايله هنا عشان لو ربنا كرمنا دخلنا دور الثمانية ولا ان شاء الله قبل النهائي يبقى هو موجود. لان احنا برضو عندنا مع كل الاحترام الدكاترة بتاعتنا مش عارفين اصابته عاملة ايه. واحد قال لك ده هي ايه الماتش ده اللي هو جاي اللي بتاع الراس الاخضر وبعد كده هيلعب الماتش اللي هو في دور الستاشر مش ده حصل وبعد كده قال لك لا ده هو ماتشين وبعد كده لاصوا. فانت لما رحت للاساس اللي هم عندهم الخبره هو انت لما في حد بيتصاب في مصر بيتعالج هنا في مصر لما يكون لعيب مهم بيتصاب في مصر. محمد الشناوي بيعمل الجراحه بتاعت الكتف في المانيا. طب حتى التاهيل دلوقتي بقى في مصر؟ لا يا اما في قطر يا اما في الامارات لان دولت عندهم احدث الاجهزه اللي موجوده دلوقتي في العالم زيهم زي انجلترا والمانيا. ومش كنا ده اللي بيحصل لما حد بيطلع يتصاب يطلع يأهل في انجلترا او في المانيا. فدلوقتي بقت حنينه شويه بقت قطر والامارات لان عندهم كل الامكانيات اللي هي تأهلهم ان هم احدث حاجه في العالم بيجيبوها. ده احنا لما بنيجي نعمل استشفاء هنا بعد الماتشات بيبقى صلاح قاعد في برميل تشوفها ولا ما بتشوفهاش. برميل ويحط له تلج وينزل فيه هو انت جايب له ترق اللي هو البرميل بتاع الترشي هو نازل يجيب لك ترشي من تحت. حصل ده كان ولو حاولنا نجيب في بطوله افريقيا مش فاكر اللي فاتت ولا اللي قبلها كان فعلا اللي كان فات ما انا مش فاكر نحاول نجيب الصوره برميله بينزل ويحط له التلج فيها ويقول لك انزل. الثانيه في اجهزه بتخش فيها تبقى داخل مرهق وتعبان تخرج عايز تلعب. ما ده الفرق بقى واخد بالك. يبقى انت هتيجي تعالجه وتقول لي كان قاعد في كوت ديفوار. ده كوت ديفوار فيها مع كل احترام لا 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 يعني فيها امكانيات اقل. لا فيها ما فيهاش كهرباء كمان هو بينزلوا مثلا في الاوتيل فالاوتيل ده بيبقى فيه محولات وفيه مش عارف مواتير والكلام ده عشان الكهرباء. واخد بالك في حتت تانيه حواليها ما بيبقاش فيها كهرباء. فانا بقول لك ايه يبقى دول هيجيبوا جهاز مثلا يعدي 2 مليون دولار ولا 3. انا مالنا ده احنا عاملين الملاعب بالعافيه ده احنا عاملين الاستادات بالعافيه. خلي بالك ان ممكن لما بتبص على الاستاد لما بيجي حد بيعمل تاكلين ولا بيعمل سبرنت النجيله بتطلع يعني انت عارف بعد البطوله هياخدوا النجيله دي ويرجعوها انت واخد بالك. بس فدي الحاجه اللي هي ايه يورجن كلوب ورامي عباس قال لك الانتماء والولاء. طبعا اللي شكك في الكلام ده كمان عيب لما يكون في لعيبه دوليه هي اللي قالت الكلام ده ويخونوه. لا انتوا اللي كنتوا خاينين انتوا اللي كنتوا للاسف. اولا المنتخب في الفتره دي هو اللي كان بيتقل اللعيبه دي بره في اوروبا.
صح، لان اصلا هم بيلعبوا في انديه اقسم بجلاله الله ما في حد يعرفها. ده انا لو قلت لك جايب لي مش عارف جون في ايه وجون في ايه وجون في ايه تحزن. ويجي دلوقتي يقول لك السنه محترم اصلا. لا، المنتخب هو اللي في الفتره دي سواء بتاع كابتن جوري او كابتن حسن، اي واحد فيكم كان له شرف، لان المنتخب هو اللي بيتقلك كلاعب كوره مش اللي احترم. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. رد الكابتن رضا عبد العال على منتقدي محمد صلاح بحرفيا الخيانه. محمد صلاح ما حدش قال ان هو خاين ولا حاجه، هو يا كابتن رضا الناس بتتكلم، انت نجم كبير ومسؤول، فيقول لك مثلا ايه، طلع في الكريسماس ما طلعش في اعلان رمضان ليه؟ طب طلع في الكريسماس ما طلعش لابس جلابيه في رمضان ليه؟ ما طلعش في عيد الاضحى ليه؟ كله يعني بيقارن بين ده وبين ده، دي حاجه مهمه. الحاجه الثانيه وهي الاهم اللي هو ان يعني ما حدش مدرك وما فيش مصداقيه من اتحاد الكوره في اصابه محمد صلاح والحوار اللي دار بين اداره ليفربول واداره اتحاد الكوره. ما حدش وعى الجماهير وما حدش اتكلم، فالناس طالعه بتتكلم باحساس وطني من خلال اللي وصل لهم. اللي وصل لهم ان الراجل ساب المنتخب، ان الراجل مش هيتعالج. طب ليون ميسي كان عمل كده، طب كريستيانو كان عمل كده، طب لكن لو في مصداقيه في الكلام وفي حد طلع ووصل رساله محمد صلاح او اصابه محمد صلاح، والعتاب كمان ان محمد صلاح طلع في مؤتمر صحفي وبرده ممكن يكون ما كانش عنده اوردر انه يقول، ما كانش عنده تعليمات انه يقول، ما كانش الاتفاقيه ان ما يجيبش سيره الموضوع دوت، لكن الكابتن رضا عبد العال بيدافع بمنتهى القوه على مو صلاح ايجيبشن كينج. واسمع رايك في الكومنتات. تحياتي احمد الخواجه.